وهي ختام للقاءات كثيرة في مهرجان جرش للثقافة والفنون. وختام هذه الندوة أبدأ بالتعريف بداية عن زملاء لي قبل البدء في هذه الندوة، والتحرس في محورين: المحور الأول المحور السياسي، والمحور الثاني المحور القانوني. المحور السياسي، نبدأ الحديث مع الأستاذ الدكتور بلال السكابة، أستاذنا العزيز المتحدث في هذه الندوة وختام اللقاءات الثقافية لبرنامج مهرجان جرش للثقافة والفنون، وبرعاية ودعم ملكي نشكر بداية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين على رعايته لهذا المهرجان، ونشكر إدارة المهرجان ممثلة بمعالي وزيرة الثقافة أيفاء النجار، ونشكر كذلك زملاء كرام قاموا وأدوا وترجموا الأفعال، دائما الأقوال بالأفعال، وكانت هذه ثمرة من ثمار هذا اللقاء في هذه الندوة ختام لمهرجان جرش، وهم اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، على رأس هذا الاتحاد رئيس اتحاد الكتاب والأردنيين الشاعر الأردني الكبير الأستاذ عياد العدوان. وأنتقل بحديث بعد محور السياسي كتطورات سياسية متتالية مع الدكتور بلال السكابة، وهو أستاذ دكتور جامعي معروف، إلى الدكتور عاطف العساكر، وهو دكتور معروف له خبرة طويلة في هذا المجال السياسي والقانوني. ومن ثم ننتقل إلى محور آخر وهو المحور القانوني، والذي نبدأ مع في هذا المحور مع الدكتور زياد العرجة، دكتورنا الوسيم في هذا اللقاء. ومن ثم ننتقل إلى ختام هذه الجلسة مع الدكتور محمد السلامات، نتحدث عن جانب قانوني مهم، وهو الجانب القانوني الذي يهتم بالقانون الخاص والمدني عند الرومان. قبل هذا أقول، اسمحوا لي أعزائي الحضور الكريم أن نبدأ كلمة من صاحب الأفعال كاتحاد كتاب وأدباء أردنيين في ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون، فليتفضل الأستاذ الشاعر الكبير عليان العدوان بإلقاء كلمة ختامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه المرسلين جميعا إلى هذه البشرية. الشرف اليوم أن أقف أمامكم جميعا إخوة وأخوات لنودع هذا العرس الوطني الكبير الذي كان برعاية الملكية الإنسانية.
الضيوف بدون استثناء. هذا اتحادكم على طول ان شاء الله دائما يعمل لصالح العام، والهدف هو ثقافه الضيوف. فحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نلتقي في العام القادم باذن الله. شكرا. الله يخليك بس لقيت على فكرة أخوان الماسي عندنا 15 مسلم. لا أعتقد يمكن تفرق 15 مسلم. الماسي الشعرية 7 ناس، 5 فصيح و5 شعب أو نفر. نفر يعطي المجلس الثقافي الملكي والثانية للنفر. 5 الماسي مسلم ما بين المجلس الثقافي الملكي والمكتب الوطني. أيضا عندي من الأماس الأدبي 3 أماس، أمسي عن رواية، أمسي عن قصة، أمسي عن نثر. الندوات 5، ندوات 5 منهم الأثر التاريخي لمدينة جرش، ومنهم أيضا عن حقوق الملكية الفكرية، ومحاضرة عن عروبة القدس، وأيضا محاضرة اليوم كانت عن فنون المسرح في العهد الروماني، وهذه الأمسية أيضا الإدارة السياسية والقانونية عند الروما. طبعا قد يسأل كيف اخترتم المشاركة؟ هذا وداع، كان وداع بعضنا شكون دروس صافية. كيف اخترتم الأعضاء؟ كل حسب مجال وتخصص. ما في واحد ما وضع الواحد بحد التاريخ مع التاريخ، السياسة مع السياسة، القانون مع القانون، وحسب الأقدمية، حقية الأقدمية. هذا كان عملنا تسليم. من شارك العام لم يشارك العام، من شارك في المدن الثقافية لم يشارك في هذه في جرش، من شارك في الألوية الثقافية أيضا لم يشارك. فأعطينا مجال للأخوان لكل يأخذ حقه، كل يأخذ نصيبه من أداء رحلة الأداء، الاتحاد والمشاركة لا تقتصر على مجموعة معينة أو فئة معينة. كلنا زملاء في الاتحاد كله، ولكن نعطي بعض المجال، نعطي بعض الدور الأقدمية، الفعل الثقافي لما صاحب الأولوية في هذه المواقف وصاحب التخصص. هذه الأمور اللي احنا اشتغلنا عليها طلعناها الحمد لله بما نستطيع من بعض العادات، ما نقولش عادات كاملة. فلله الحمد استطعنا أن نخرج بهذه المجموعة من الزملاء والعدد 77 مشهد. دخلنا على البرامج الأخرى وأخذنا منهم 200 أيضا. تشرفنا بأن يكون الأستاذ سليمان المشيري الله يرحمه هو من أخذ جائزة مهرجان جرش الشعر، وهذا مرصد اتحاد الكتاب أيضا. فلله الحمد يعني احنا في اتحاد الكتاب لنا فعل واضح غير منقوص، ادينا رسالة بكل أمانة بكل ثقة بأنه عندنا أعضاء كفر بكل واحد كفر لأن يكون مجلس هذا المقر المكان. لم نقدم أي زميل لنا مشكلة في الوقت اللي هذا الشيء الحمد لله كان مميز للأعضاء. هذا ما حبيت أنا أوضحه لأن في بعض الأحيان كثير تشتغل بهذا. فنتمنى من الواقع الحقيقة أن هذا المهرجان هو مهرجان جرش، ليس مهرجان اتحاد الكتاب. إحنا اتحاد الكتاب ننفذ نشارك، ولكن هذا هو مهرجان جرش، مهرجان بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المصادر
السياسية والقانونية عند الرومان. نبدأ هذا الرومان. ومقول معرفة التاريخ والأخبار فيها لنفس العاقل اعتبار وفيها للمستوصف استفهام. كيف أتى القوم وكيف صار؟ هنا نتحدث عن إدارة سياسية وقانونية في التاريخ الاستفهام من هذا العمل. نستفيد من خبرات سياسية وقانونية في عالم الذي ينظر للمستقبل يجب أن يتمحص التاريخ وينظر إلى المستقبل. نبدأ هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور بلال السكامة، وهو أستاذ أكاديمي إعلامي كاتب وعالم وباحث في عدة مجالات. هو أستاذ دكتور ورئيس جامعة الإسراء بالإنابة لفترة طويلة، وهو مستشار أكاديمي وإعلامي واستراتيجي. لنا الشرف بأن يكون معنا الأستاذ الدكتور بلال السكامة ليتحدث عن التطور السياسي عند الرومان، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأمسية الجميلة، الأمسية التي نكون فيها مع الأحبة والأصدقاء في هذا الوطن الجديد، صراحة أنا مبسوط جدا أن أكون معكم في هذا اليوم، والحديث راح يكون بطرق رئيسية عن هذا الموضوع. لكن لابد أن نشكر وزارة الثقافة وإدارة مرجان درش والمشاعر الكبيرة سادة يعني عدوان وهيئة إدارية والأعضاء في الهيئة الإدارية وحكم الدكتور اللي شرفونا اليوم يحكوا موضوع حساس ومهم يتعلق بالتاريخ، خاصة فرحتنا مرجان الوطن وأفراح حتى الوطن كلياتنا. يعني هذا الصيف من أجمل الأيام اللي عشنا في الأردن، فرحنا باسم الأمير حسين بزواجه، يعني الأشياء اللي احنا سعيدين فيها. والمشاهد لمهرجان درش السنة يحس إنه يعني فعلا وقفت، يحس يعني فعلا السنة شعلة، يعني عن كل سمات وقفت، يعني سواء فنيا والشعر وكثير من القضايا المرتبطة، وهذا الشيء يفرحنا. يعني احنا بالنهاية في هذا الوطن الجميل اللي بنعيش تحت الهاشميين تاريخهم ما شاء الله من آلاف السنين، وخاصة احنا يعني في هذا الوزن نحكي عن شيء يتعلق بالتاريخ، والتاريخ ما بيرحم. يعني هذا التاريخ يقل انت يعني يمكن انت تأخر يعني تروح في التاريخ والجغرافيا كل شيء يجيب شيء، لكن التاريخ يكتب ويوصف ويصير وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها. والرومان قدامنا، الرومان والأنفاق والأردن هاي بلد الحضارة، وكل ما تشوف أي مشهد مدرج مسرح مبنى قصر كل واحد له حكاية، ومر عليه حروب وصراعات. يعني الأردن جميل كل شيء، بشعبه بأهله ووطنه وقيادته الحكيمة اللي احنا بنعيشها هاي الفترة، وأكيد في الفترات السابقة يعني كان من الأهمية بما كان نحكي عن الرومان. فعلا هي حضارة ما حد يقدر يعني كل الحضارات طبيعة تكوين الحضارات من الخطة البشرية لحد اليوم لحد النهاية بتمر بمراحل، مراحل النمو بعدين التطور بعدين النضوج بعدين يصير التوسع وبعدين تنهار كثير من القضايا اللي احنا بنعرفها، وحتى الدولة الإسلامية نفس المرحلة والفرصة نفس المرحلة. وهلا الأمريكا شغالة معنا وراح يمرق كمان نفس المرحلة، والشعوب القادمة راح تمرق بنفس. فالرومان يعني كمسكة تلك الدولة عاشت نفس التجربة، يعني فشل نمت كملكية وبعدين صارت جمهورية وبعدين صارت أحد إمبراطورية. يعني هي كإدارة سياسية قبل الميلاد حوالي 700 سنة، وظلها لحد ما وصلت لحد محمد الفاتح الله يكرمه ان شاء الله يكون في الجنة قدر ينهيهم، وبلشت يعني توسعات الإسلامية
نفس الطريقة العادية ما كان سلاح سلاح بس سلاح زي ما حكينا كان عندهم سبب الملل بحكم هذه الشعوب وكان عندهم الناس اللي بيطلعوهم من حولهم الحاشية بلاد الشعوب كانت في الحاشية عسكر وجيش وما شابه ذلك بعدين العوامل اللي هم الشعب كيف كانوا فعلا عامل لحمهم بهذيك تذكر كيف بدوا يمارسوا نشاطه كان الملك يتولى ايش؟ يعني هو يتولى الملك بعدين يتولى الحكم له بالالف الالف اللي متعلق بهذيك سواء كان ينتقل للابناء او اخوان ويروحوا بنفس والسياسية والاجتماعية وحتى العلاقات الخارجية وحتى تعيين سفراء إعلان الحروب وتوقيع الاتفاقات والمعاهدات وبعدين في هذيك الفترة صار يعطي صلاحيات أكثر يعني حكم الولاة اللي يكون في الأقاليم وصار عندها بعدين راحوا لمرحلة ما يسمى بالحكم
فاصبح كل الصلاحيات والسلطات في ايده الى سنه الاحد سنه 2084 الميلادي. بلش الاوضاع السياسيه شمالها الاجتماعيه يعني سكه من الصراعات في داخل الامبراطوريه، وبالتالي تحول في هذه الفتره انا مجلس الشيوخ، وصار عندنا ما يسمى بمجلس المدني الخاص يعني هذا الجانب، الى ان زي ما قلنا قسطنطين الى امبراطور الفتره سنه 306، وهو كراسه يدخل حتى الصلاحيات العامه تعيين القاده العسكريين والشؤون السياسيه والمدنيه في داخل الدوله الامبراطوريه، وحتى فيما يتعلق بتنفيذ الحكم وزاد التشريعات، وحتى صار يتحكم بابناء الحضارتين البلديه، هم يعني يحكموا الا بصلاحيات من الاولى، وهذا صار ضغط على الناس من هذيك الفتره. وبعدين قسطنطين صارت هي العاصمه بدل روما، الى ان زي ما قلنا صارت الصراعات مثل الحكم الامبراطوري وانتهت الدوله في هذيك، كانت تقريبا هاي الرجال يعني النظام السياسي هو رتبة عليا في قوات المسلحة.